الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الانديه المصريه، وهنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجه عايز اتكلم فيها بداية ردود الأفعال القوية جدا بعد مباراة مهمة جدا، ومباراة تصل وترتقي لدرجة المباريات الرسمية، المباريات البطولية، مباراة مصر والجزائر، بالرغم أنها في إطار ودي لكن شهدت أحداث قوية جدا، مباراة شرسة جدا، مباراة فنيا عالية جدا لمنتخب مصر. ولكن كان في ردود أفعال بعد وأثناء المباراة. روي فيتوريا بعد المباراة قال إن كان في عصبية خصوصا بعد الطرد بتاع محمد هاني، وإن من الصعب إن أنت تلعب ساعة كاملة قدام فريق بحجم منتخب قوي زي منتخب الجزائر وبتلعب ناقص على الشعب المصري ان هم يفخروا بالمنتخب بتاعهم، وان هم بيمتلكوا مجموعه كبيره من اللعيبه المميزه اللي ظهروا النهارده احقاقا للحق. وعايزكم تقولوا رايكم في الكومنتات. اعتقد من زمان قوي ما شفناش منتخب مصر بيلعب بالروح الجماعيه العاليه قوي، ما شفناش منتخب مصر بيلعب بالجرينتا والروح دي من ايام حسن شحاته الله يمسيه بالخير، والفوز بثلاثيه امم افريقيا 2006 2008 2010. اتمنى الروح دي تستمر، اتمنى محمد صلاح يستمر في الجماعيه ويبعد عن الفرديه. منتخب مصر منتخب جماعي مش منتخب اللاعب الواحد او اللاعب الاوحد. بالنسبه للحالات التحكيميه اللي اثارت الجدل، كابتن سمير محمود عثمان الخبير التحكيمي في قنوات اون تايم سبورتس اكد ان قرار طرد محمد هاني قرار سليم 100%، وان منتخب الجزائر كمان كان يستحق ضرب الجزاء، وان الحكم حمدي فتحي افلت من كارت احمر بسبب هذه الضربه. يعني كابتن محمود عثمان شايف ان الحكم الاماراتي جامل المنتخب المصري على حساب المنتخب الجزائري، ده من وجهة نظر الكابتن سمير عثمان. إن كنت يعني بأكد على نقطة مهمة، وهي طرد محمد هاني كان طرد مستحق بالنسبة لمحمد هاني. خلاص فترة التوقف الدولي بتنتهي خلال بعد 4 أيام، النادي الأهلي بيعود لمباراة رسمية، مباراة في إطار الدوري الإفريقي دوري السوبر أمام السيمبا التنزاني. المباراة هتكون بتوقيت القاهرة الساعة 6 مساء بإذن الرحمن، وهتكون مذاعة حتى اللحظة على قناة أبو ظبي الرياضية. هل أون تاخد المباريات؟ هل قنوات أخرى زي بين سبورتس الرياضية القطرية تاخد المباريات؟ ده اللي هنشوفه. ومعرفش ليه يا جماعة فكرة إن أنت كمشجع مثلا زملكاوي فتكره إن لاعب الأهلي يلعب في المنتخب أو العكس، دي مودة وإدمت، مودة بقت بايخة قوي. يعني للأسف الشديد في صفحات منتخب مصر بيلعب، فلاقي صفحة زي كده، صفحة زملكاوية منزلة صورة زي دي، هدف الجزائر في مصر، ويقول لك هريدي ضيع المنتخب. طبعا هنا بيسقط وبيقلل وبيشتم محمد الشناوي. طب بالعقل انت عايز محمد الشناوي يعمل ايه؟ اعتى حراس المرمى في العالم كرة زي دي انت عايزه يعمل ايه؟ طبعا اذا كان اللي بيتكلم جاهل فالمستمع لازم يكون عنده عقل ولازم يكون بيعرف يفكر. لعيب طالع متحكم في الكرة، طالع لوحده لاعب الكرة بكل قوة، ضربها في الارض او على ارتفاع منخفض، الشناوي بيترمي عليها وبيعمل التراي بتاعته لكن لم يوفق. ايه اللي خلي حضرتك تتريق على محمد الشناوي يا جماعه؟ ليه مش عايزين نتعلم ان احنا في الماتشات الدوليه ماتشات المنتخبات ننحي الانتماءات جانبا؟ ده اسمه منتخب مصر، ما اسموش منتخب الاهلي ولا اسمه منتخب الزمالك، دي مباراه وديه بتلعبها منتخب مصر. لا عدد الاهلي ازيد ولا عدد الزمالك ازيد ولا بنفكر في الحاجات بتاعه الاطفال. لكن يبدو ان البعض لدي مشكلة نفسية، معقد، بائس، إنسان بائس في حياته، عايز يشيل النادي الأهلي أي مشكلة في حياته. جون بيخش، بالعكس يعني السبب في الهدف اللي دخل في منتخب مصر هو طارق حامد، لكن لأن احنا بنتعامل مع مجموعة من المرضى النفسيين
طالعين يقولوا ان محمد الشناوي هريدي المنتخب هو اللي تسبب في ضياع الفوز على منتخب الجزائر. بالمناسبة هو هريدي برضو يا جماعة اللي تصدى للانفراد ده، يعني قبل الجون بدقيقتين ثلاثة محمد الشناوي شايل تصدي أسطوري، تصدي عالمي. لكن زي ما بقولك احنا بنتعامل مع مجموعة من المرضى، مجموعة من المعقدين البائسين المحبطين. هحاول انقي اي حاجة للشناوي عشان اطلع التريق على الشناوي. كان في المباراة مشادة مش لطيفة ما بين المدير الفني جمال بالماضي، وللأسف الشديد يعني جمال بالماضي مدرب كبير جدا، يعني لو من مدرب صغير مدرب على قده مش محترف معاش الاحتراف هقول ماشي معذور، لكن اللقطة والتصرف ده لا يليق بمدرب كبير لمنتخب كبير بحجم منتخب الجزائر. حفيظ دراجي بعد المباراة وبعد اللقطة اللي بوريها لك دلوقتي اهي مع سعيد بن رحمة جمال بالماضي، سعيد بن رحمة طالع من الملعب مش عاجبه التغيير، فراح سعيد بن بالماضي راح مسكه من التيشيرت، يعني كان ناقص يديله بوكس في وشه ويقول له احترم نفسك انا المدير الفني. حفيظ دراجي كتب على اللقطة دي على صفحته الرسمية الموثقة على تويتر، كتب وقال تصرف لا يليق ببالماضي والمنتخب الجزائري مهما كانت الأسباب. طبعا جمال بالماضي زي ما بقولك من المدربين المحترمين، واللي في المؤتمر الصحفي اتكلم عن المشادة مع سعيد بن رحمة وقال ان الواقعة مع بن رحمة بتحدث في كرة القدم، حاولتم إثارة الأمور حول سليماني قبل يومين والآن تحاولون إعادة ذلك مع بن رحمة، بن رحمة لم يكن راضيا عن استبداله وأنا كذلك، هذا ما كل ما في الأمر. ده رد فعل وتعليق السيد جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الشقيق. كابتن خالد بيومي كان له تعليق مهم جدا عن مباراة مصر والجزائر والتعادل الإيجابي. يا جماعة لما تشوفوا الفرحة ونشوة الانتصار بعد إحراز هدف تعادل لمنتخب الجزائر في شباك مرمى منتخب مصر اللي بيلعب 10 لعيبة لمدة ساعة وربع في المباراة، دي حاجة كبيرة جدا، دي حاجة تخليك ترفع راسك لفوق، حاجة تخليك ترفع راسك لفوق وتقول أنا عندي منتخب محترم، تقول بعلو صوتك أنا عندي منتخب محترم. لما يبقى فريق الجزائر اللي عنده محترفين في أعتى أندية أوروبا فرحان انه بيجيب فيك التعادل وانت بتلعب 10 من الدقيقة 30، لا ارفع راسك فوق يا مصري، انت عندك منتخب محترم. روي فيتوريا غلط حبتين النهاردة في التغييرات، لكن روي فيتوريا كان موقف اللعيبة صح، ما اهتزش، ما جابش ورا، ما تحسش ان المنتخب ناقص او المنتخب بيلعب لعيب اقل، لا تتحس ان 11 قصاد 11. ده شغل مدرب على فكرة، ده شغل برضو لازم ندي الراجل حقه، ده شغل مدرب امام منتخب الجزائر. خالد بيومي قال منتخب مصر قدم مباراة ممتازة امام الجزائر، احتكاك مهم كبير مؤثر قبل تصفيات كاس العالم وكأس الامم، رائع روي فيتوريا في كل تحولات اللقاء قبل وبعد الطرد، عجبني منتخبنا النهاردة في كل شيء. ده كلام الكابتن خالد بيومي المحلل في قنوات ابو ظبي الرياضيه. بالمناسبه الناس اللي بتسال هو اليو جانج رجع امتى ورجع ليه ولسه ليه ما لعبش الماتش بتاع السعوديه مع منتخب مالي في البرتغال. ديانج كان مسافر مع بعثه مالي للبرتغال عادي جدا مفيش اي مشاكل، نزلوا ترانزيت في المغرب، في 3 لعيبة أوراقهم ناقصة أو عندهم مشكلة إدارية في الأوراق بتاعة السفر، كان من ضمن 3 لعيبة أليو ديانج، ما قدروش يسافروا مع البعثة، البعثة سافرت من غيرهم، وبالتالي قرر أليو ديانج العودة إلى القاهرة ومن ثم الانضمام لتدريبات النادي الأهلي اليوم من أجل الاستعداد لمواجهة نادي سيمبا التنزاني. طبعا يعني تحت شعار مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب مالي عند الأهلوية فوائد وفوائد كتيرة وفوائد جمة، ف
فوائد عديدة، ان اضمن لاعب بحجم اليو جانج يبقى فريش، اضمن ان اليو جانج لا قدر الله ما يحصلوش اصابة في ماتش السعودية، اروح ماتش سيمبا التنزاني وانا عندي لاعب على الاقل ضمنه في خط الوسط بالنسبة للنادي الاهلي يكون فريش ويكون منتعش بعيدا بقى عن الارهاق والاصابات والكلام اللي بيحصل. احد المرشحين بدون ذكر اسماء لانه لا يستحق انه يتذكر اسمه، يكفي اقول لك ان ابوه كان متهم انه حرامي، كان متهم انه حرامي، ده رئيس الزمالك السابق هو اللي كان بيقول عليه كده، طالع يتكلم ويقول ان شعبية الزمالك هي الاكبر في الوطن العربي. واحدة من التابوهات القديمة الكلاسيكية، واحدة من التابوهات الكاذبة، ان الزمالك الاهلي اكتر شعبية في مصر، لكن بره مصر احنا اللي بنكسب، يلا احنا الشعبية الجامدة الطحن، يلا بنروح نبص في ماتشات الاهلي والزمالك ما بنلاقيش جمهور للزمالك. طب الزمالك لوحده يمكن بيتكسف مننا، ما بيتكشفش على رجالة، برضو ما فيش جمهور، امال فين الشعبية؟ وديت الشعبية فين يا دي ابن الحرامي؟ وديته فين؟ وديته فين؟ ابوك اللي كان بيعمل حسابات خارجيا بعيد عن حسابات نادي الزمالك، وديته جمهور الزمالك فين يا ولد؟ بمناسبة جمهور الزمالك يا جماعة، الزمالك في حاجة الى تدخل معالي الوزير بقوة، تدخل عاجل من معالي الوزير لانقاذ ما يمكن انقاذه بالنسبة لنادي الزمالك. ايه اللي بينقاذ ما يمكن انقاذه؟ لجنة مؤقتة وعدت اللعيبة بتاعت السلة ان هم هياخدوا جزء من مستحقاتهم قبل السفر للبحرين. طبعا في مباراة سوبر كرة سلة ما بين الاهلي بطل الدوري المصري لكرة السلة ودوري السوبر، وبطل كأس او وصيف عفوا مش بطل وصيف كأس مصر نادي الزمالك. مباراة تقام في البحرين، اللعيبة رفضت تسافر النهاردة الا لما تاخد فلوسها. لحد النهاردة الاكتر من كده ان الادارة مش قادرة توفر بوكيت ماني للعيبة حتى، يعني مش بس ان الادارة الحالية مش قادرة توفر جزء من المستحقات، لا ده هم مش قادرين يوفروا جزء من المصاريف الشخصية. عايز اروح احلق، ما فيش فلوس، طب اروح احلق عن نوتة، لا الراجل بطل يشكك، طب اعمل ايه؟ عايز اروح اجيب شجرتين رز، لا مش معانا والله يا ابني كان نفسنا نخدمك. عايز اركب اوبر اروح النادي واجي النادي، ما عندهمش عربيات، لا يا ابني تعالى مشي، اركب اتوبيس، اركب تاكسي عادي، ليه تركب اوبر؟ فمعرفش إدارة نادي الزمالك يعني تحت شعار الحقهم يا وزير، هل يتدخل وزير الشباب والرياضة كالعادة؟ شفنا قبل كده الزمالك في كاس البطولة العربية لكرة اليد ما كانش مسموح ليه انه يسافر، لقينا في تدخلات، اللعيبة مش عايزة تسافر عشان فلوس ومستحقات ومديونيات، اللعيبة محتاجة فلوس تصرف على نفسها، تشتري لها هدمة، تشتري لها شاور جيل، تشتري لها اي حاجة. مفيش بمعنى كلمة مفيش، مش هزار. فهنشوف هل معالي الوزير يتدخل ينقذ ما يمكن انقاذه، يوعد اللعيبة حتى ان خلاص يا شباب الانتخابات يوم 20، فيوم 20 ان شاء الله هنبقى نبعت لكم الفلوس وانتوا في البحرين عشان تعملوا شوبنج وتسووا شوبنج في البحرين. ما اعرفش الامر بقى صعب، وصعب جدا 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 بالنسبة لنادي الزمالك ولفريق السلة في نادي الزمالك. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، مستوى منتخب مصر هل يؤهل منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم والتأهل في كأس العالم القادمة في أمريكا وكندا 2026 ولا لا؟ احنا معانا مجموعة اقوى فريق فيها هو فريق بوركينا فاسو،
وبوركينا مش هتلعب على ملاعبها كمان، يعني بوركينا اقوى فريق اه، لكن كمان مش هتلعب المباريات بتاعتها، ما عندهاش ملاعب معتمده، فتلعب بره بوركينا فاسو. يعني لا هيلعبوا في وسط جمهورهم ولا في وسط ارضهم ولا في وسط اي حاجه خالص. هل منتخب مصر بمستواه النهارده قادر على التاهل لكاس العالم؟ وجهه نظري اذا ما تاهلناش نشوف لنا لعبه تانية. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايه.